احنا في بدايه سيكل جديد. الانجكسيون تاع دي جون جوار هو مطلب، هو سيتون ديسيزيون استراتيجيك. شيم جبالي هو اللاعب الوحيد من لوفا من المجموعه هذه اللي كان متواجد معنا في التربص، هو ويان فاليري، هذوما زوز لاعبين شوبان يان فاليري 22 اللي هما كانوا متواجدين معنا في التربص في سبتمبر قبل الكوب دي موند، اليوم خلاو دي زامبريسيون خارق للعاده. ما نجموش لاعب شاب باش نقيموه على نجمو نختلفوا في التقييم في المشاركه نتاعو الاخيره في مع لوفا، مع كل حد كيفاش ينجم يشوفها، لكن اللي نحن هو لاعب شاب يستحق باش يكون ياخذ الفرصه نتاعو ودون في سياسه ادماج والا ادماج بعض اللاعبين الشباب. كما عده لاعبين يبقى على اتصال بهم كونتروتر الغربي والا الشرميتي والا عده لاعبين. دونك اليوم لو دوسي هذا جو بريفير هو يتكلم عليه، لكن نعرف ان ثم اتصالات متواصله. ان شاء الله اهم شيء اللاعبين هذوما تكون عندهم الرغبه. ما نجمش نجي اليوم نحرم لاعب فقط لانه عمره 32 سنه، كيف تبدا لي جي ان دو في وتبدا البيرفورمانس نتاع اللي عمره 32 و33 سنه. انا نجم نعطيك دي دوني لي تيست فيزيك اللي عملناهم اللي تحكي عليهم انت اللي قبل الكوب دي موند، عملنا اون باتري تيست في اعلى مستوى لي مايور بيرفورمانس تقريبا عند لاعبين اللي عمرهم 33 و32 سنه. دونك ماهوش فاكتور ديترمينون، صحيح يشاطرك الراي كونه انجكتي دي جوار. هذا من الاهداف تاعنا قاعدين، لكن انجكتي دي جوار سي با فورسيمون باش نشيو 7 و8 نحطوهم فرد وقت. عصام جبالي صحيح هو المهاجم الاول، عصام جبالي اللي بليسي لوكات من الشهر هذا في بدايه الشهر عمل اون بليسيور، ان شاء الله في اقرب فرصه يرجع هو يكون كومبيتيتيف ويكون متواجد معنا. فرجاني ساسي نفس الشيء، دونك سي ليتا دو فورم دو مومون. قيمنا التقريب كان نشوف في كل كومبارتيمون نحكي عليه فوا بور توت، احنا من 9 مدافعين اللي كانوا متواجدين في كاس العالم ثم 8 اليوم موجودين، قاع تغيير وحيد. نفس الشيء في وسط الميدان، 7 اللي كانوا موجودين في كاس العالم الاخيره ثم 6 متواجدين، صار تغيير. فرجاني ساسي هو واحد من اللاعبين المؤطرين، سنا جوار كادر في ليكيب ناسيونال، تبقى ثقتنا فيه كبيره، باتصال متواصل احنا وياه. 18 لاعب كانوا متواجدين في كاس العالم اليوم متواجدين في القائمه هذه. انا شخصيا نراها مكسب، سيكو ثم انوايو ثم اوستاتور، كل مدرب كل منتخب مهم جدا كونه في لي زوبجيكتيف نتاعو في تحديد القائمه ولا في العمل نتاعو باش يحط لوستاتور تاع ليكيب. ديما نرجع كلمه ظلمت قاسيه شويه، ظلم بلغه كوره، ثم دي شوا ديما يكونوا دي شوا سيفير. حمزه المثلوثي لاعب مهم جدا، شفناه حتى في المردود نتاعو، حكيت عليه هو، حكيت على اسامه حدادي، سيف الخاوي الغياب نتاعو لاسباب صحيه بحته، دوسي ميديكال تاع ديلان برون ماهيش نفس الاصابه، ماهيش اصابه عضليه، كانت كونتوزيون جوست ريحوه الماتش اللي فات، ان شاء الله رجع للتمارين وحنا باتصال معاه. الطبيب نتاعنا مشكور والاطار الطبي قاعدين يتابعوا كابر كاف لي جوار هذوما كيما هيكل الشيخاوي كيما عصام جبالي اللي تعرض للاصابه. دونك ثم دي جوار اللي كانوا بليسي وخذينا برانسيب ان جوار بليسي سورتو كي يبدا دو ماتش كنا كنخليوه يسو ريتابلي في عقله، حتى اللي راجعين من اصابه اللي كانت طويله شويه كيما ياسين الخنيسي، اصابه تقريبا شهر ونص كانوا بعاد. اليوم هذه المجموعه اللي وقع الاختيار عليها، شيم جبالي باش يكون موجود في المنتخب التونسي، دونك كيما قال هو بالضبط نعاود كلامه سي شوا دو كور، دونك نحترموا القرار هذا. شيم جبالي كان متواجد معنا في سبتمبر، هو لاعب شاب.